بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله. النهارده هنتناول تمرين جديد على استنتاج المساقط الثلاثة من المنظور. التمرين بتاعنا ده شرحناه أيزومتريك، هتلاقوه شرحنا رسم الأيزومتريك بتاعه، هتلاقوا الرسم دي الشرح ده في البلاي ليست اللي تحت الفيديو. هنبدأ النهارده في رسم المساقط الثلاثة. هنيجي بقى أول حاجة زي ما احنا متعودين أحدد المسقط الرأسي، أنهي اتجاه؟ أحدد المسقط هل هو كده ولا هل من هنا؟ احنا زي ما احنا متفقين وشرحنا قبل كده بنشوف البعد الاكبر، ما دام هو ما حددليش فبالتالي البعد الاكبر اللي هو ده، يبقى ده الاليفيشن بتاعه، وكذلك ده هيبقى السايد فيو، ومن هنا هيبقى البلان. خلاص، تاني خطوه زي ما احنا متعودين نبدا نقسم اللوحه بتاعتنا. الاليفيشن هيبقى كده، السايد فيو لما ابص عليه من الجنب من هنا هيبقى جنبه الناحيه الثانيه. البلان اهو، عرض الاليفيشن كام؟ 62، وعرض السايد فيو كام؟ 40، فبالتالي ارتفاع ده 40، وارتفاع الاليفيشن كام؟ المقدار ده كله 44 زائد الستة اللي تحت، يبقى المقدار ده كله 50. تمام؟ يبقى انا كده عامل رسمة التوزيع بتاع التلات مساقط. ابدا اقسم بقى اللوحة بأي طريقة من اللي شرحناهم قبل كده. بعد كده اجي ارسم المساقط التلاتة بتوعي. ابدا اول حاجة، اول ما بصيت هنا عينيا وقعت عليه، على الجزئية اللي تحت دي، الجزئية اللي تحت دي مقدارها كام؟ مقدار عرض 62 وارتفاع 6 متر. بعد كده لقيتني ماشي، يعني وقعت على ايه؟ على الجزئيه دي اهي، اطلع كده مقدار 20 من الاعلى، يعني 6 و14 يبقى 20. وكذلك اجي اطلع من هنا على بعد المسافه دي هي 55 من ال 62، هتلاقيها 7 متر. اطلع كده مقدار ال 44، بعد كده امشي كده مقدار ال 18 هي الحته اللي فوق دي، بعد كده اوصل دي. تمام؟ هتلاقيني ماشي ماشي ماشي، في حاجة تانية ظاهرة قدامي كده، مفيش أي حاجة تانية ظاهرة. أجي أبص على المختفي، هل هنا في مختفي؟ مفيش مختفي، مفيش مختفي. أه ده أنا في عجل توب هنا، التوب ده مقداره قد إيه؟ قايل لك إن المسافة الأفقية دي 6، يبقى بدايته من هنا، وكذلك هتمشي برضه 23، يعني هتمشي كده أفقي برضه 23، والتوب ده أو الفتحة دي نفس للآخر؟ أه نفس للآخر، يبقى تنزل كده وتنزل كده، اللي هي مقدار الحتة دي ومقدار الحتة دي. كان اني ماشي في حاجه تانيه مختفيه، واحد يقول لي اه ده الخط ده مختفي، بس مختفي ومنطبق على الظاهر، فبالتالي هيبقى ظاهر ما فيهوش اي مشاكل. واحد قال لو انا دي بصيت من ورا على الباك زي ما احنا متعودين برضه نبص على الباك، هيبقى الوضع هو نفس المسقط بالظبط لكن مقلب. خلاص، بعد كده هاجي ابص على السايد فيو، اول حاجه انا وقعت عليها ايه؟ حرف التي المقلوب ده. اه حرف التي المقلوب اهو، هتلاقيه هو مديلك عرض الحتة دي كلها 24 ودي كلها 40، فبالتالي ده هتسيب 8 يمين و8 شمال. يبقى انا رسمت التيم مقلوب، ومفيش خط هنا ظاهر لان زي ما انا شايف مفتوح عليه. بعد كده هل في حاجة تانية؟ اه طبعا، في الجزئية اللي فوق دي لما ابص عليها كده اشوفها ايه؟ اشوفها مستطيل، يقصد دي اهي، اشوف دي مستطيل اهي. خلاص؟ ايه تاني؟ هو انا شايف ده هيبقى قدام مستطيل، بس ارتفاعه قد ايه؟ انا معرفش، انا ما اعرفش ارتفاعه قد ايه. يبقى اعمل ايه؟ اروح بقى اجيبه من المسقط الثاني. المسقط الثاني كان بدايه الحته دي هنا اهي، يبقى تيجي هنا وترسم خط كده على بعد كام؟ قال لك المسافه دي 7، يمين 7 وشمال 7، وكذلك ده بدايته هنا اهو، تجيبه من هنا تيجي قصاده كده بالمسطره، تقف قصاده بالمسطره وتجيب مكانه فين وتنزل. يبقى بالتالي الطول ده انت مش عارف طوله، بجيبه منين؟ من الجزء المائل. فخلي بالك من الحتت المايله في استنتاج المسقط، بجيبها برسمها في واحدة بدلة أبعادها وبسقطها على اللي بعد كده. بعد كده التوب ده هل هو بس كده وخلاص؟ لا، ده نازل لحد الآخر، فبالتالي أعمله مختفي ومكمل معايا لحد الآخر. هتلاقيني باص باص، في حاجة تانية ظاهرة قدامي؟ لا مفيش أي حاجة تانية. الخط ده طبعا اللي احنا رسمناه مفيش أي حاجة تانية. طب هل في حاجة مختفية؟ أه طبعا في حاجة مختفية، الخط اللي ورا ده اللي هو بتاع الجزئية اللي ورا ده، ده ماشي لحد الاخر، في فرق ما بينه وما بين الجسم، فبالتالي هتعمل خط مختفي هنا. في اي حاجه تانيه؟ بص كده بصيت، شفت دي شفت ده، كانتني ماشي ماشي خلاص، يبقى كده مش اي حاجه تانيه في اللي في السايد فيو. طب تيجي بعد كده لو هبص من السايد فيو، انا كده باصص ليفت سايد فيو، هاجي عايز او رايت سايد فيو، عايز ابص من ليفت سايد فيو من ورا، خلاص هيبقى في اختلاف؟ طبعا هيبقى في اختلاف. الخط المختفي اللي كان عندي هنا ده هيبقى ظهر، والحته دي تبقى مختفيه هي والخط ده، زي ما هتشوف بعد كده في الشرح لبرنامج سوبر بوكس. طب بعد كده عايز اجي ابص على البلان من فوق، حاجه ابص من البلان
اول حاجه هنعمل وقت عليها ايه؟ الحته دي اهي قصادها كده، ترسم المستطيل اللي هنا ده اللي هو بتاع الحته اللي فوق دي، وكذلك المستطيل اللي هنا ده اهو خلاص، وكذلك الفتحه دي، الفتحه دي قصاد مين؟ اسقطها بقى من هنا على طول ورايح دماغك على عرض 7 من هنا وعرض 7 من هنا ووصل خلاص. انك مش عارف الطول ده قد ايه، او مع صح ممكن تجيبه اللي هو 23، بس بدل ما تقعد تقيس وتوجع دماغك نزل هنا المثلث على طول واشتغل على طول. بعد كده في ايه تاني؟ في الجزء ده اللي هي الحته اللي عامله زي حرف ورا دي، دي واللي وراها يبقى اهي، يبقى تيجي من هنا تمشي كده اهو قصاد دي تنزل كده اهي خلاص. بعد كده هل في اي حاجه تانيه مختفيه؟ لا انا بصيت فوق شفت ده شفت ده شفت يميني وشمالي الجزئيه دي، في اي حاجه تانيه مختفيه؟ مفيش اي حاجه تانيه مختفيه، كله بالنسبه لي كده استنتج. فلو بصيت من تحت هشوف ايه؟ هشوف الاطار الخارجي، وكل اللي موجود هنا ده هيبقى بالنسبه لي مختفي. بعد كده بقى حط ابعادك واشتغل وكمل عادي كده خلاص، استنتجنا المساق الثلاثه. هنبدا بقى دلوقتي نتنقل لبرنامج السوليد وركس عشان نشرح ونوضح الصوره عليه في صوره ابطأ، ونطبق الكلام ده مع بعض. خلاص دلوقتي انا على واجهة برنامج السوليد وركس، هنبدأ نظهر الخطوط المخفية بتاعتنا. نبدأ نبص على المسقط الرأسي اهو زي ما احنا شايفين القاعدة بتاعتنا اهي، وده الجزء اللي فوق ودي الفتحة بتاعتنا رأسي. بعد كده ابص على المسقط الجانبي الايمن اشوف ده الجزء اللي هو تحت اهو بتاع القاعدة والحتة دي، وبعدين ده الجزء المايل، وبعدين دي الفتحة باينة قدامي اهيت ونازلة مكملة لحد الاخر. بعد كده هشوف المسقط الخلفي الباك شبه المسقط الرأسي بالظبط، لكن اتجاه بتاعه مختلف معكوس. نبص على المسقط الأيسر، المسقط الجانب الأيسر شبه المسقط الجانب الأيمن، لكن هتلاحظ ان الخط ده بقى ظاهر مش مختفي، لان بقى في عندك فراغ ما بين ده وده. لو كملنا هتبص هتلاقي، نخليه تاني اهو ده بقى ظاهر، وكل حاجة عندي مختفية، حتى الدايرة دي مختفية اهي، حتى قصدي الفتحة دي مختفية، وكل الكلام ده مختفي، مفيش الا ده هو اللي ظاهر. خلي الشكل بتاعنا ايزومتريك، نبدأ نبص على طب اهو شايف الجزء اللي فوق اهو ده ثم الجزء المايل والفتحة اهي، ودي القاعدة بتاعتنا كلها. نخلي الشكل ايزومتريك، نبص على هذا المسقط البطن زي المسقط الرأس بالظبط، لكن طبعا ده مختفي عندي اهو، وده مختفي، كل ده مختفي، كل الحاجات دي مختفية ما عدا الفتحة الوحيدة هي اللي ظاهرة لأنها مخترقة الجسم لحد الآخر. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوناش من اللايك والشير، وتشوفوا بقية الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو، وتعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.